بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المتراجحات المثلثية للثانية ثانوي رقم واحد، أنصح به شعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي، حيث قال حل في المجال إي المعادلات والمتراجحات التالية ومثل صور الحلول على الدائرة المثلثية. أولا عندنا إي هو من 0 إلى 2 بي مفتوح. قال المعادلة هي 2 جذر 3 سينس إكس ناقص 3 يساوي 0، و 2 جذر 3 سينس إكس ناقص 3 أقل تماما من 0. هذه معادلة وهذه متراجحة. المجال هو من 0 إلى 2 بي. ثانيا قال إي الذي يتغير فيه معناه إكس من بي على 2 إلى 3 بي على 2، معناه يعني من 90 إلى 270. أعطية المعادلة اللي هي جذر 2 في كوس إكس ناقص 2 يساوي 0، والمتراجحة هي جذر 2 في كوس إكس ناقص 1 أكبر من 0. الحالة الثالثة اللي هو إي يكون من ناقص بي إلى بي. المجال مغلق. قال معادلة هي 2 سينوس إكس زائد جذر 2 يساوي 0، والمتراجحة هي 2 سينوس إكس زائد جذر 2 أقل أو يساوي لنا الصفر. إذن لننطلق على بركة الله في الحل. إذن ننطلق أولا أبنائي في المثال الأول. قال قلنا حل في المجال إي، كل مرة أعطي لنا إي المعادلة والمتراجحة التالية ومثل صور الحلول على الدائرة المثلثية. المجال الأول اللي هو من 0 إلى 2 بي، لكن عند الاثنان بي مفتوح. إذن فنأتي الآن إلى المدور وسوف أريكم إياه. ها هو المجال يا أبناء، يعني من هذا المكان إلى غاية هذا المكان كما أشير، هذا هو المجال الذي أعطي لنا هو الإي. أعطينا أولا لحل المتراجحة، إذا نكتب حل المعادلة. حل المعادلة 2 جذر 3 في سينوس إكس ناقص 3 يساوي 0. أنقل هذا إلى هنا فأصبح لنا 2 جذر 3 في سينوس إكس يساوي لنا 3. هذا إذا انتقل ينتقل إلى المقام، معناه يصبح لنا في هذا المكان اللي هو 2 جذر 3، عفوا قلت 2 جذر 3 ويحذف من هذا الموضع هكذا كما أشير. لكن نحن نعلم أن الجذر الثلاثة في الأصل هو جذر نفسه في جذر نفسه، أي عدد هو جذر نفسه في نفسه، فيذهب هذا مع هذا فأصبح لنا سينس إكس يساوي لنا جذر 3 على 2. الآن ما هي الزاوية التي السينس لديها هو جذر 3 على 2؟ المعروف أنها إذا قلنا هذه تذا، لكن لا تتعجلوا، إذا قلنا إنها بي على ماذا؟ إنها بي على 3، هي المعروفة على أن السينوس لديها هي اللي هي 60 درجة. لو نأتي إليها لقلنا ها هي في هذا الموضع، انظر ها هي 60، إنها في هذا الموضع هنا، هذه هي بي، ركزوا، إذا بي على ماذا؟ على 3. السينوس هو هذه القيمة، إذا قلنا الزاوية هي هذه فالسينوس لدي هو هذا الذي أريكم إياه هنا باللون الأحمر بعد باللون الأسود بعد تم الإسقاط وهكذا. لكن هل هذه فقط من لها الحق أن تكون؟ لا، إنما كذلك يوجد واحدة في هذا المكان، لاحظوا، يعني يوجد زاوية أخرى لها نفس القيس إذا قلنا تأتي من الصفر إلى غاية هذا المكان كذلك. يقول أحدكم لماذا يا أستاذ؟ لأن لها نفس الإسقاط هكذا، إذا جئنا وقلنا لها نفس الإسقاط. ما هي هذه الزاوية؟ إذا قلنا هذه هي 60، هذه هي بي على 6، فاعلموا أن هذه كم تكون؟ لاحظوا ما نسميه في بعض القواعد عليكم أن تعلموهم يا أبنائي، اللي هي إذا قلنا هنا الزاوية الشهيرة هي بي على 3، فتقول القاعدة هنا نقول بي ناقص الزاوية الشهيرة، هذه قاعدة احفظوها، وهنا نقول بي زائد الزاوية الشهيرة اللي هي 3، وهنا نقول 2 بي ناقص الزاوية الشهيرة، هذا هو المعروف، الزاوية الشهيرة اللي هنا بي على 3.
إذا هنا لما نوحد المقام تصبح لنا هكذا، كم تعطي لكم؟ تعطي لكم 2 بي على 3. إذا هنا 2 بي على 3. إذا ما هي الحلول؟ فيصبح لنا إكس يساوي لنا كم؟ يساوي لنا بي على 3، وإكس ماذا يساوي لنا؟ يساوي لنا 2 بي على 3. هذه حلول ماذا؟ حلول المعادلة، لم نتحدث بعد عن المتراجعة. إذا قلنا هنا هذه قال هو مثلها، إذا قلنا هنا آم الحل الأول، الحل الثاني هو آم فتحة كما أشرت. الآن بعدما أكملنا مع حل ماذا؟ مع حل المعادلة، نأتي الآن بعدها أبنائي إلى حل المتراجحة. لكن في حل المتراجحة عليكم أن تنتبهوا معي نوعا ما، ركزوا. الآن نأتي، إذا وجدنا حل المعادلة، لكن حل المعادلة هو الذي يرشدنا إلى حل هذه المتراجحة. إذا نكتب هنا حل المتراجحة. ما هي المتراجحة؟ اللي هي 2 جذر 3 في سينس إكس ناقص 3 أقل أو أقل تماما من الصفر. فنفس الشيء لو ننقل تصبح لنا هذا، أنقله إلى هنا فتصبح لنا العبارة كما أشير. لاحظوا نقطة نقطة أبنائي، فتصبح لنا 2 جذر 3 في سينس إكس أقل تماما من 3، ومنه هذه تأتي 2 جذر 3 إلى هذا الموضع وتحذف من هذا الموضع، وهذه نقسم لها جذر 3 هي جذر 3 في جذر 3، فيذهب هذا مع هذا فتصبح لنا سينس إكس أقل تماما من ماذا؟ من جذر 3 على 2. لاحظوا سينس أقل من ماذا؟ من جذر 3 على 2. قلنا أولا ما هي حلول المعادلة، لما حلينا هذه المعادلة ها هم حلولها. لاحظوا نقطة نقطة أبنائي كي نتعلم. إذا جئنا وقلنا ها هي الزاوية الأولى، الزاوية الأولى اللي هي بي على 3، الزاوية الأخرى اللي هي 2 بي على 3 في هذا الموضع. الآن يريد منا، قلنا هذه القيمة للسينس كم؟ من هنا إلى غاية هذا المكان. قلت يا أبنائي إن هذا السينس وهذا السينس قيمته هي جذر 3 على 2. هو يريد منا ماذا؟ أقل لاحظوا أقل من الأقل، أكيد هي القيم التي تكون هنا، هذه هي الأقل. إذا ما هي الأقل؟ لو نلاحظ جيدا هنا عبر الدائرة المثلثية سوف تلاحظون شيئا معين، لكن انتبهوا. إذا قلنا هذه القوس، انظروا سوف أتوقف. إذا جئنا إلى هذه الزاوية التي تقع في هذا الموضع، السينس لديها انظروا أصبح أصغر، كل أصغر من ماذا؟ من هذه القطعة. هل محقق؟ نعم محقق. لاحظوا ما رأيكم لو جاء حتى إلى هذا المكان، هنا السينس كم يصبح بالإسقاط على محور التراتيب؟ صفر. ثم نأتي ليكمل مسيرة، دققوا معي أرجوكم. إذا هنا كذلك مازال أصغر، مازال أصغر. يقول أحدكم كيف أصغر يا أستاذ؟ أسقط هكذا، هنا السينس كيف يكون؟ يكون سالب. السالب مازال أصغر من 3 على 2 لأنه قيمة سالبة أصلا. لاحظوا سوف يكمل المدور سيرانا، انظروا وتابعوا معي. إذا ها هو هنا كم يصبح؟ ناقص 1 السينس، الناقص 1 أقل من جذر 3 على 2، وهنا 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 إلى غاية هنا كذلك. ثم هنا كم يصبح السينس؟ صفر. ثم هنا إلى غاية هذا المكان. لكن لا يمكن أن نقول من هنا إلى هنا، لا يا أبنائي، لأن هنا عندنا مجال على أن نحترمه. قال من صفر إلى 2 بي، ثم من صفر قلنا إلى 2 بي، معناها تصبح الحلول كي نحترمها نقول من هذا الموضع، لاحظوا من هذا الموضع الذي أريكم إياه باللون الأزرق، من هنا إلى هنا هذا الشوط الأول. إذا نقول اس يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا من صفر إلى غاية هذا المكان اللي هو بي على 3، وهنا قلنا ماذا؟ وهنا قلنا 2 بي على 3. إذا من الصفر إلى البي على 3 هكذا اتحاد. دققوا هنا، هنا ركزوا هنا، بما أنه فتح على هذه، فتحه على هذه الجهة علينا نحترم. إذا تصبح لنا هكذا، نتابع. إذا قلت المجال كيف يكون؟ يكون مفتوح، لماذا؟ لأن أقل تماما.
انظروا لاحظتم، يقول احدكم وعند صفر يا استاذ، الصفر ما زال يحقق، لان ماذا سينوس الصفر هو صفر، الصفر ما زال اصغر من هذه القيمه، لان لهذا المجال عند الصفر يجب ان يكون مغلوق. اتحاد ماذا؟ اتحاد سوف يكمل المدور مكانه فقط من هذا الموضع الذي سوف اريكم اياه باللون الازرق، ويكمل مساره هكذا حسب اتجاه هكذا فقط، حسب المجال الذي اعطي لنا. المجال قال هو من صفر الى 2 بي، اذا اتحاد من، لاحظوا هكذا، من 2 بي على 3 الى غايه ماذا؟ الى غايه 2 بي، كذلك هنا مفتوح لانه هو من فرض علي ذلك. لو كان هنا مغلوق لجعلناه مغلوق، لان 2 بي كذلك معروف ان عندها الكوس كم يكون؟ يكون صفر. هذه هي مجموعة حلول هذه ماذا؟ هذه المتراجحة، معناه يوجد نقطة، أي نقطة أم تتحرك من هنا على هذه الدائرة من هنا، أولا نقول من هنا إلى هنا، ثم من هنا إلى هنا احترام للمجال الذي أعطينا. إذن حلول المتراجحة هي هذه القيمة، وتصبح الحلول هي هذا القوس المظلل باللون الأزرق، بالرغم أننا ننطلق من صفر إلى هنا، ثم من هذا الموضع إلى غاية هذا الموضع فقط يا أبنائي. بعدها أبنائي نأتي إلى المثال الثاني. قال أولا المجال، ما هو المجال الذي أعطي لنا؟ أعطي لنا هنا من 90 إلى 270، إذا نأتي بالمدور نقول من 90 من هذا الموضع، إذا من هنا إلى غاية هذا المكان هنا، ونلاحظ هل يوجد حلول في هذا المجال الأزرق الذي عين أم لا؟ لأن هنا بي على 2 وهنا 3 بي على 2 اللي هي 270. يقول أحدكم كيف عرفتها؟ قل هي 3 في 90 هي 270. إذا نأتي الآن إلى حل المعادلة اللي هي جذر 2 في كوس إكس، ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا تساوينا 1، ومنه كوس إكس تساوينا 1 على جذر 2، نضرب هنا في جذر 2 وهنا في جذر 2 لنتخلص من الجذر من المقام، تصبح لنا كوس إكس يساوينا جذر 2 على 2. الزاوية الشهيرة أكيد اللي هي 45 اللي هي بي على 4. من هي الزاوية التي لها الكوس يساوينا 45 درجة؟ أكيد هي الزاوية هذه 45، هذه لها الكوس إلى هذا المكان لما يتم الإسقاط هكذا، ها هو الكوس لديها. كما لا ننسى أن يوجد لنا زاوية أخرى لها نفس الكوس، هي الناقص 45 درجة، ألم تلاحظوا ذلك؟ إذن هذه الزاوية كذلك دققوا أنها لها نفس الكوس، لأن الكوس هو هذا محور الفواصل. إذا إذا قلنا هذه الزاوية كم؟ هي 45، والزاوية الأخرى كم تكون؟ اللي هي في هذا المكان، إذا جئنا وقلنا كم؟ إنها ناقص 45 إذا جئنا بالاتجاه السالب. الآن نلاحظ أولا هل يوجد لنا، ما وجدنا شيئا ينتمي إلى هذا القوس الأزرق؟ لا، بما أن لم نجد ذلك نقول مجموعة الحلول S يساوي لنا مجموعة خالية. لماذا أبنائي؟ لأن لا يوجد قيم تنتمي إلى هذا المجال. نعم المعادلة لها حلول في R، لكن في المجال هذا الذي أعطينا اللي هو من 90 إلى 270 لا يوجد. لو كانت مثلا من ماذا؟ من هذا الموضع مثلا إلى غاية هذا الموضع، إذا قلنا من ناقص مثلا P إلى صفر، فنقول هنا ها هي الزاوية اللي هي ناقص بي على 4، لكن لا يوجد في هذه الحالة، إذا مجموعة الحلول للمعادلة غير موجودة. نأتي الآن، بما أنها غير موجودة نأتي الآن إلى المتراجحة. المتراجحة ما أعطي لنا فقط أنه هذه قال إنها أكبر تماما من الصفر، معناه بعدما ننقل هذا العدد ويذهب كل شيء تصبح لكم العبارة هكذا. انظروا إلى المتراجحة كيف أصبحت، أصبحت كوس إكس أكبر تماما من جذر 2 على 2. الكوس هو ها هو الكوس اللي هو محور الفواصل، المحور الفواصل أبنائي دققوا هنا أرجوكم حتى لا تختلط عليكم الأمور، ها هو محور الفواصل هذا هو الكوس. الكوس كيف هو لهذه الزاوية؟ موجب،
يريد أن يكون الكوس في هذا الموضع يكون هو جذر 2 على 2. هنا الكوس كم يكون؟ يكون هنا مثلا النصف. مثلا هنا كم يكون الكوس؟ يكون هنا في هذا الموضع صفر. لاحظوا جيدا، هنا كم يكون الكوس في هذا؟ لأن كوس صفر كم يكون؟ هنا الكوس كم يكون يا أبنائي؟ دققوا في هذا الموضع، يكون 1. إذا حتى يكون أكبر من 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 هذه القيمة يجب أن يكون ينتمي الكوس إلى هذه المنطقة الحمراء التي أشير إليها. ونحن لاحظوا جيدا، المجال الذي أعطي لنا هو من هذا المكان إلى هذا المكان، المجال الذي أريكم إياه باللون الأحمر. هل يوجد حلول؟ لا يوجد حلول. إذا نقول لا يوجد حلول للمتراجحة. ما هي المتراجحة؟ اللي هي جذر 2 في كوس إكس ناقص 1 أكبر من الصفر. لماذا؟ لأنها لا يوجد أي صور تنتمي إلى هذا القوس الذي أظهرته لكم باللون الأزرق فقط يا أبنائي. بعدها أبنائي لاحظوا، نعطيكم هنا شرح آخر. تخيلوا لو كانت المتراجحة معكوسة، كانت هكذا وهكذا، يعني الكوس أقل من جذر 2 على 2، فتأكدوا أن مجموع الحلول في هذا المجال سوف يكون من هنا إلى هنا. فنقول لو كانت هكذا لقلنا S يساوي ماذا؟ من P على 2 إلى غاية 3P على 2، كلهم يحقق. معناها أي قيمة نضعها في هذا القوس الأزرق السينس الكوس لديها سوف يسقط في قيمة أقل من هذه القيمة، لأن قال الكوس الأمر متعلق بمحور فواصل. بعد ما أكملنا مع هذا الشيء نأتي الآن إلى المثال الأخير. قال المجال هو من ناقص بي إلى غاية بي. لاحظوا ما هو المجال هذا. نأتي بالمدور ونقول أراد منا أن يكون المجال من هذا الموقع. لاحظوا من هنا، هنا هذا هو الناقص بي، يعني ناقص 180 هكذا إلى غاية هنا، يعني من ناقص 180 إلى غاية الصفر، ومن الصفر إلى غاية 180. يعني هنا اتخذ طريقان، اتخذ هذا الطريق سالب ناقص 180، وعندنا الطريق الآخر اللي هو هذا، حتى تفهموا جيدا. لاحظوا جيدا أبنائي، سوف ننطلق في عملية الحل. إذا نكتب هنا حل المعادلة التي أعطيت لنا، اللي هي 2 في سينس إكس زائد جذر 2 يساوي 0. هذه المعادلة قبل ما نذهب إلى المتراجحة. دققوا هنا أرجوكم، ننقل هذا إلى هنا، تصبح لنا 2 في سينس إكس تساوي لنا ناقص جذر 2. يأتي هذا لينتقل إلى هنا وتحذف تلك هكذا. لاحظوا جيدا الآن أبنائي، إذا قلنا أن السينس يساوي ناقص جذر 2 على 2، ما هي المناطق التي يكون فيها السينس يساوي أولا جذر 2 على 2؟ إذا قلنا على جذر 2 على 2 اللي هو هذا، اللي هي 45، هذا من؟ هذا السينس. لكن هو يريد منا أن نقول السينس سالب. السينس يكون سالب في هذا المكان، في هذا الجهة، فيصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا في هنا ها هو، ثم عندنا كذلك ها هو. لاحظوا نقطة نقطة أبنائي، لأن ماذا؟ لأن هذه ناقص 45، هي ناقص في هذا الموضع، هي ناقص بي على 4. يقول أحدكم لماذا؟ لأن المجال لما يعطى لنا هكذا فيه الموجب وفيه السالب، كأنما أعطي لنا هذا الجزء بالاتجاه الموجب وهذا الجزء بالاتجاه السالب، فتلقوا بينهم حتى تلاحظوا. إذا هذا هكذا من صفر إلى 180، وهنا كذلك من هذا الموقع إلى هذا الموقع، حتى تفهموا جيدا. هذا ما معناه تفسير هذا المجال بهذه الأطروحة. ركزوا جيدا، إذا هنا إذا جئنا إلى اتجاه السالب، لأن لو كنا من هنا نتعامل بالقيم الموجبة، لكن بما أن جئنا في هذا المجال نتعامل بالقيم السالبة. ركزوا جيدا، إذا هذه القيمة هي ناقص بي على 4، هذه كم تكون؟ إذا كانت هذه بالاتجاه هذا، هي بي ناقص بي على 2، هنا كم تصبح؟ ها هي بي، لاحظوا ناقص بي على 4، وهنا نضيف لها ناقص بي على 4، ونضيف لها هنا ناقص بي على 4، كم تصبح لكم؟ تصبح لنا ناقص 3 بي على 4، مهما كان، لأننا نحن في الاتجاه الآن السالب طبقا لهذا المجال. لو قال من 0 إلى 2 بي لقلنا هكذا، افهموا جيدا. لكن لما قال بهذا المجال
النصف ذهب هكذا والنصف ذهب هكذا، علينا أن نحترم هذه الأمور. الآن كيف يكون السينس هنا؟ السينس يكون في هذا الموضع، ناقص جذر 2 على 2، وهنا كذلك يعني هما الآن هنا متساويان، اعذروني حتى تفهموا جيدا، هنا متساويان. إذن ما هي القيم؟ يا أبنائي أكيد سوف يكون x يساوي، ماذا يساوي لنا؟ نحن في حل المعادلة، الإكس يصبح يساوي ناقص بي على 4، وإكس ماذا يصبح يساوي؟ ناقص 3 بي على 4 فقط. أن تعملنا الاتجاه الغير مباشر، هذه حلول المعادلة. الآن نأتي إلى حلول المتراجحة، حلول المتراجحة أن وضعها هكذا، إلا أن هنا نكتب حل المتراجحة. إذن المتراجحة، ما هي المتراجحة؟ إذن تصبح لكم هكذا. دققوا أرجوكم، الآن السينس أقل من ماذا؟ من ناقص جذر 2 على 2. تخيلوا السينس ها هو ناقص جذر 2 على 2. هنا السينس كم يكون؟ يكون ناقص 1 في هذا الموضع. ألا تتخيلون أنه هذه هي المناطق، لاحظوا ها هو المنطقة التي يكون فيها السينس سالب؟ نعم. إذن ما هو القوس؟ الزاوية من ماذا تكون؟ أليس من هذا الموضع، دققوا، إلى غاية هذا الموضع. نعم، تصبح من هذا الموضع، لأن كل هذه الإسقاطات التي تتم هنا كما أشير باللون الأسود، فيكون السينس لديها أقل من ناقص جذر 2 على 2. إذن تصبح لنا هي S تساوي لنا ماذا؟ بما أن أقل أو يساوي، تصبح لنا من ناقص 3 بي على ماذا؟ على 4، إلى غاية ناقص بي على 4. نحترم هذا الاتجاه لأن الترتيب من الصغير إلى الكبير، حتى تفهموا هذه جيدا. إذن هذه هي حلول هذه المتراجحة. إذن الأمر البسيط هو الأمور، الحل البياني فقط يا أبنائي هو الذي يعطي لكم هذا الحلول الجيدة والرائعة. إذن المجال من هنا إلى هنا فقط. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.